مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، مرحبا بكل من التحق بنا الآن من خلال الوطنية الأولى. كما قلت، تونس تنتخب اليوم يوم تاريخي لينا الكل، التوانسة الكل، العالم الكل يتبع فينا اليوم. برشا أسماء كبيرة حاضرة معنا في البلاتو نتاعنا، وبرشا أسماء حاضرة معنا بقلبها وبالصوت وبالصورة. نمشيو للفقرة المصورة للفنان التونسي اليهودي جلباغ اللي عايش برا واللي واكب فينا واللي تبع فينا من خلال قناتنا. فقرة مصورة معاه، كيفاش باش يحكي مع تونس وكيفاش يوصل لهم الرسالة نتاعو عن طريقته. تفضلوا. شو اللي يخليك تحب تونس؟ حبة جو سوي ني لابا، الدم لو سان اي دو ريتورنرا توجور لابا. Jusqu'à que j'ai 100 ans, que Dieu me donne longue vie, c'est mon pays. Je ne pourrais jamais vivre sans. Toute ma vie, elle est basée par l'apport à la Tunisie. Dans ma façon d'être, c'est mon enveloppe. Si demain je perds la Tunisie, j'ai perdu mon enveloppe. Qui est ouvert à tout le monde, un pays qui est accueillant, un pays qui est chaleureux. Mais là, il faut que ça s'arrange une fois pour toutes. Il faut que toutes ces choses qui sont néfastes au pays tunisien, au peuple, au charb tounsi, ils s'enlèvent. Sinon, il ne pourra jamais s'arranger. C'est simple. C'était un pays qui était libre. On voulait prier. Celui-là qui veut aller à la synagogue, il va à la synagogue. Celui-là qui ne veut pas aller, il ne va pas, celui-là qui veut aller à l'église, la même chose. Mais maintenant, on est dans une chose qui a dépassé le surnaturel. Il a dépassé. On est dans un autre monde. شكرا وتحيه كبيره للفنان جلباغ اليهودي التونسي، وتحيه كل جاليتنا اللي تبع فينا من خلال الوطنيه الاولى والثانيه في بث موحد. تحيه كبيره لكم من قلبنا لقلوبكم الناس الكل. نرجع مع ضيوفي، وقبيله رحبت بالاعلامي القدير حاتم، مرحبا بك مره اخرى. مرحبا حاتم. كان تعلق على الفنان التونسي اليهودي. هذه تونس. اي هذه تونس. تونس لا توليرانس، تونس التسامح، تونس التعايش، تونس اللي تقبل بالاخر. تونس اللي معناها جيران مع بعضنا وعشنا مع بعضنا وكلينا في الطنجره. وتونس يحبوها كل التوانسه باديانهم المختلفه. صحيح. ارض تلاقي وارض ديان الكلها وارض تسامح. هذه تونس. هذه تونس الجديده اللي لازمنا نبنيوها. هذه تونس اللي لازمنا كلنا نمشي ونصوتوا لها ونختاروا نركزوا فيها هذه الديمقراطية الناشئة، وركزوا فيها المساج، الرسالة اللي اتقالت من تونسي يهودي لكل التوانسة. مازال شوية تروشيك، هات روشكو مع بعضنا. أكيد. الصعيب نجزناه، مازال شوية تروشيك نقدروا عليه بإذن الله. أكيد. من خلالك كذلك نحب نحيي كل زملائنا في الإذاعة الوطنية والإذاعات الكل اللي تبعوا فينا التونسية. أكيد. احكي لنا على مواكبتكم اليوم هذا والحدث هذا كيفاش. والله مواكبة كبيرة برشا، باعتبار أنه انتشار كلي لمختلف الزملاء في كل نقطة من تونس، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. مواكبة ميدانية للعملية الانتخابية مع تحاليل في الأستوديو والاستضافات تتواصل دون انقطاع. معناها باش يصبحوا الأولاد إلى حدود ندخل أنا غدوة في الصباح 6:30 نتاع الصباح في يوم سعيد إلى حدود 10 صباحا مع مجموعة من الضيوف وكذلك الكرونيكور، منهم خالد بوميزة، لطفي العماري، أيضا حسن الزرقوني باش يكون حاضر معنا، أبو سعود الحميدي، كلنا وطن باش نكونوا مع بعضنا، أيضا من خلال آمنة منيف اللي موجودة في الكيف في عملية جميلة جدا، هي كلنا حرفة وحرف باش تكون انطلاقتها من الكاف، وحديث أيضا على ولاية الكاف ومشاركتها في العملية الانتخابية. كل هذا باش يكون على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 48 ساعة دون انقطاع. أكيد. تحية مرة أخرى من خلال كل زملائنا في الإذاعة الوطنية اللي يتابعوا فينا أكيد، وكل الإذاعات وكل التلفزيونات الخاصة. الناس الكل يوم يد واحدة، الناس الكل توانسة، نساو اللي احنا إعلاميين وسياسيين، وكل يوم تونسي وتونسية مشيوا انتخبوا. لحد الآن حاتم البرسنتاج قليلة، ما نعرفش من 15 17%، مش حاجة كبيرة شوية بالكل. يا توانسة يعيشكم. أي. يعيشكم.
خموا في مستقبل ولادكم. 14% شوية بالكل. شوية 14 مازال. خموا في مستقبل أولادكم. إذا كان تخموا في تونس جديدة نخرجوا الكل مع بعضنا ونمشوا ننتخبوا الكل مع بعضنا. مازال الوقت للستة متاع العشية، المكاتب مفتوحة. وإن شاء الله إن شاء الله كما قلت منذ قليل ونعاود نقولها، إن شاء الله التونسي العزيز الغالي، التونسية اللي هي تاج راسي، تخرج وتمشي تنتخب وتختار اللي تحب. هذا اللي يقولوه. أكيد. سي بسام مرحبا بك. سي بسام مالي لاعب سابق في النادي الإفريقي. الرياضة وما أدراك من الرياضة. الرياضة كنقولوا أخلاق أو لا تكون، ماهيش كلمة من فراغ. رياضة أخلاق، وكلنا معناها هذه كل قاعدين نتعلموا فيه. الانتخاب كله من الأخلاق التونسي، كل شيء كل شيء يتبع في أخلاقنا. واحد يعجز على الكلام حاتم، معناها فريمون كي نسمع قبيله نسبه كي من هكا شويه بالكل، معناها يلزم ندخلوا برشا حاجات وعادات في حياتنا، ويلزم نحيوا الخوف ونحيوا البخل باش نجموا نقدموا. شكرا لك على الاستضافه. مرحبا. وكلامك على الرياضيين يهزنا باش نتكلموا على الشباب. هو الشباب راهو ما نقول الشباب مش باش نقصي معناتها المسنين. الشباب هو شيء معناتها شباب القلب، لكن زاد الرياضة مبنية، وزارة الشباب والرياضة مبنية على الشباب. والشباب نتصوروا كلمتي نضم صوتي لخويا حاتم باش نخرج ويصوت وما تخليش بلاستيك. راهو انتظارات الشباب كبيرة برشا، ما تحكموش أحكام مسبقة. تونس تعيش في يوم تاريخي اليوم. اليوم نكملوا في المشوار، العالم الكل قاعد يتبع في تونس. أكيد. قاعدين نختموا في الحلقة نتاعنا اليوم، معناتها بعض بضع سويعات تفصلنا باش نتحولوا من هالفتره الانتقاليه. يزينا من البروفيزوار كيدور، حاولوا توا باش نمشيو ونبنيو على الصحيح ونبنيو القدام. الشباب قاعد يستنى في الاستراتيجيات، قاعد انتظارات كبيره للشباب. انا من خلالي نتكلم على الرياضيين، يعني النخبه اللي ترفع رايه تونس وتشوفوا تونس. نفكر اعطيني ليش خلينا نرجع مساش الارجنتين، سي محمد قمودي هاني نشوف فيه طول هنا اللي بالله ريتو لحمي قاشعر. سي محمد قمودي موجود هنا. الارجنتين شوف الاولاد، معناتها في 78 تونس مشات الارجنتين ينجدوا عليهم ما يعرفوا ايش، لكن الشباب هو اللي يرفع الرايه. الرياضات الكل، الرياضات الفرديه، الالعاب الاولمبيه، شوف الملولي، هذه الفرص اللي باش تعرف بلادنا والشباب من الشيره. والرياضه نعاود نرجع ديما نقول الرياضه انتظارات كبيره. انا كمختص في كره القدم نستنى باش تونس تبني وتركز، معناتها الحكومه نتاعها وتركز باش تورينا الاستراتيجيه. نحبوا استراتيجيه القدام. احنا ناكلوا في اللي حصدوه غيرنا، في شبابنا، في معناتها المناضلين نتاعنا وفي الشهداء نتاعنا. توا هذوما ما نخليهمش يتعدى. هما زرعوا واحنا حصدنا، لقينا حياه افضل واحنا مطالبين باش نحطوا استراتيجيه. استراتيجيه راهو مش نبني تو، مش نزرع تو ونحب ناكل تو، لازم نزرع لغيري. لذا الشباب يلزموا يمشي ويلزموا يكون متفائل. واحنا نستناو مثلا في كره القدم يلزم استراتيجيه كيما تشوف وزاره التربيه، يلزم ثم بيداغوجيا، ثم شيء اللي يعم على الجمهوريه الكل. يلزم شبابنا يتكلم لغه واحده. أكيد. في مختلف الرياضات. أكيد. يلزمنا شيء هذا. يلزم تحسين معناتها البنيه التحتيه. هذه الكل انتظارات الشباب. لذا انا ندعو الشباب وندعو الرياضيين والعائلات كيما راهم في الدربيات واحنا على ابواب دربي، اخرجوا افواج وامشي وانتخبوا. تونس ما استحقت لكم توا، راهي ليكم، واللي نعملوا فيه راهو ليكم انتم. مازلنا باش نحكيو على الرياضه والرياضيين مع سي لطفي، لكن قبل كل شيء باش نمشي معاك بلغيت. مرحبا بك، نورتنا بلغيت السيدي الفنان الجميل. نعيشك. مرحبا بك. شو رايك نسمع حويجه وبعد نرجع نحكيو؟ مش نسمعوا تونس والواو والنون والسين بالورد حروفك مكتوبين. تونس نصلي وندعيلك يحميك يا خضرة من العين، والشعب الكل يناديلك يلا معايا قولوا امين. امين يا ربي. يلا تفضل كلمة ليك. تفضل بغيت. Thank you.
خبر من العين تونس نصلي وندعي. اللي ينوروا فينا ينورونا في كل المحافل الدولية، وخاصة نحب نركز على رياضيين معينين ذوي الاحتياجات الخاصة، ياسر منورينا ومشرفين هكا ولا حاتم، وهزوا معناها جابونا دي ميدال وجابونا كؤوس اللي ما قدروش عليهم العباد اللي معناها لاباس عليهم، يعني على قليله على خاطر حتى على خاطرهم هما اللي يمشيو ينتخبوا، كي ينوروك في البرة وكي يروحوا فرحانين وكي هما زاد يقوموا يمشيو ينتخبوا، معناها حاجه جميله برشا برشا. وانا اول حاجه نحب نقول نشجعوا كل شاب باش اليوم يخرج ويمشي يصوت، وقت اللي باش يصوت باش يقوم بواجب، هذا واجب كل تونسي كبير ولا صغير، كما قال خويا حاتم بسام قبيله قالوا الا كل تونسي يزم يقوم بواجبه. صحيح. المعاقين كذلك يزمهم صحيح. يقوموا بواجبهم، وزمنا نشجعوهم ونعاونوهم باش يمشوا يصوتوا، لان المستقبل مستقبل الناس الكل كبار وصغار، ويلزمنا نفهموا الا غدوه باش تكون يوم اخر مستقبل اخر، يلزمنا نبنيوه الناس كل، واليوم مش معقول باش يكون 15 ولا 20%، يلزمنا اليوم الناس كل نخرجوا باش نوصلوا ال 60 70% نتاع ناخبين، واذا كان اكثر علاش لا، يلزمنا نقوموا بواجبنا على كل المستويات، ونشجع كل الرياضيين الا معناها مباشرين ولا ماهمش مباشرين، كرة القدم وكرة اليد والعاب القوى والجيدو، اي شاب في عمر نتاع الانتخاب وحتى اللي مش في عمر الانتخاب يشجع صاحبه وصديقه اللي هو في عمر الانتخاب باش يقول له قوم وامشي واخرج وامشي صوت، كما قال خويا حاتم قبيله عندنا حتى الستة نتاع العشيه باش نصوتوا، لازم نشجعوا كل التونسيين باش يقوموا بالواجب هذا. حتى الرياضيين اللي يعيشوا لبرا كذلك كذلك، احنا تونس تونس مش جماعه تونس برك اللي ساكنين في تونس، من البارح جماعه الاسترالي كومبيرا صوتوا ديجا، فما من كومبيرا لوس انجلوس من الاكستريم الاكستريم، يلزم كل التونسيين في تونس او في الخارج يقوموا بواجبهم، وراه واجب كل تونسي وراه لفايد تونس، وقت تكون لفايد تونس لفايدتهم انتوما لفايدتهم هما، معناها كل تونسي وقت يقوم بواجبه راه باش ترجع له بالفايده، باش ترجع على كل المستويات، يلزمنا ناخذوا ونقوموا بواجبنا باش نوصلوا بلادنا، راه ما تنساوش بلادنا 3000 سنه تاريخ، يلزمنا احنا نكملوه ونكونوا في المستوى باش نقوموا معناها ببلادنا ونحسنوا بلادنا، وكما قالوا الاخيان قبيله يزيونا من معناها من نتاع كل يوم، وها واحد نرجعوا للصحيح. شكرا لك، نمشي معاك بالغيت مره اخرى، يلا الكلمه ليك تفضل. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله على نظرة عينيك، بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله على نظرة عينيك، يا مولاتي العين الزرقاء الله يغيرنا فيك، ويا مولاتي العين الزرقاء الله يغيرنا فيك، بسم الله بسم الله بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله على نظرة عينيك، بسم الله على تذبيلة عينك اللي سحرتي عقلي بزينك، ومكتوب الصاد على شبينك ومكتوب الصاد على شبينك، يسعد اللي يفرح بيك يا تونس الله يهنيك، بسم الله عليك بسم الله على نظرة عينيك، بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله على نظرة عينيك، يا مولاد العين السهلة الله لا يغيرنا فيك، يا مولاد العين السهلة الله لا يغيرنا فيك، بسم الله بسم الله بسم الله عليك. Thank you.
بدري الصالحة انتي هو حسب الله لسرك يا حوال بدري الصالحة انتي هو همسوا على سر وحلوة همسوا على سر وحلوة يا درة شكون يساويك صبالة 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 عليك صبالة عليك صبالة عليك صبالة على هما بردائلي صبالة عليك سرك يا حول بدر الصادع انت هو اسم الله على سرك يا حول بدر الصادع انت هو ومسوى على سر وحلوة ومسوى على سر وحلوة يا در شكون بيساوي اسم الله اسم الله اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله على هدر الكاهلي اسم الله عليك العجوادي هو البادي واللي نهر وكهدي بظلامي والله سبوا هالقا وزيدوا هالحين رزقوا هالينا شهد عنهم الحين والله سبوا هالقا وزيدوا هالحين رزقوا هالينا شهد شكرا ليك الفنان الجميل بالغيب تفضل بحذي يعطيك الصحة على الخيلة سخنة شوية هكا شوية دفول ما شكرا ليك حاتم أجواءنا التونسية ريت محلاها ولبتنا التونسية محلاها أحلى ما فما أحلى ما فما وي. التونسي هذاك والتونسية اللي قلت عليهم منذ قليل راهم عظماء شعب التونسي شعب عظيم وشباب اللي نحكيه عليه راهو شباب ذكي جدا صحيح تهمش صحيح بطال صحيح ما أمموش الفرص صحيح تعب وضعيته تعبة ياخو في مصروف من عند بوه وامه وان شاء الله يخلط عليه صحيح مشى للانحراف صحيح فما برشا مشاكل لكن في ديكم يا شباب باش تغيروا في ديكم باش تركزوا ديمقراطية وتختاروا انتوما اللي تحبوا عليه تختاروا اللي تحبوا عليه وتختاروا باش تصنعوا تونس جديدة وتونس كما تروها انتوما كما تحبوها انتوما لذا نقول لهذا الشباب أكيد. كون عندك أمل وكون عندك ثقة في المستقبل وشدة في ربي سبحانه وتعالى يحبها البلاد هذه ربي راهو باش يبقى عليها ستره وراهو بإذن الله كيف تخرجوا انتوما وتساهموا في هذه العملية اللي هي واجب واجب مقدس نحو البلاد
راهو تصنعوا انتوما وتساهموا في صنع مستقبلكم. وكل ثقة في الشعب التونسي كما قلت الكبير الشعب التونسي العظيم أنه ينجح في هذه العملية. مازالت روشيك نرجع لك الكلمة اللي قالت منذ قليل نكملوه مع بعضنا، عدينا الصعيب مازال سهل. وحاجة أخرى ألفة، ماذا بيا نتفرج في تصويرة اليوم بعد الإعلان على النتائج، ماذا بيا نتفرج في التصويرة أنه اللي خسر الانتخابات مش نهاية العالم، يهني اللي ربح الانتخابات ويقول له أنا على ذمتك باش نتعاون أنا معك. صحيح. ماذا بيا ساهم في اللعبة الديمقراطية، ماذا بيا نقبله بالصندوق اش اختار والشعب التونسي اش اختار واليد في اليد نتعاونوا على بلادنا. أكيد. نتعاونوا باش نصنعوا مستقبل هالبلاد العزيز الغالي. شكرا لك حاتم، يعطيك الصحة. بالغيث ألفة توع حاتم تبارك الله. أيه. ولا انت تبارك الله الاعلاميين المتميزين واللي اكتشفناهم في الثوره هذه حقاق الحق. الشباب، الشباب هو الكسيبه، ما في دون الشباب مستقبل تونس الا بالشباب. الشباب هو الكسيبه، لا تهميش ولا اقصاء. اكيد.